بالتوجيه من السيد المحافظ المحترم ومدير بلدية الموصل، قامت كوادر بلدية الموصل بربط الشارع الممتد من تقاطع جسر الرابع إلى باب المطار الثاني الموجود في منطقة الجوسق، ويشمل العمل بناء قالب وقاعدة وقيتر وصب الشارع ثم الإكساء. حاليا نحن في مرحلة صب الشارع، ويضمن السمك 25 سنتيم مع الجوينات والمفاصل الموجودة في الشارع، ثم بعد هذه المرحلة يتم الإكساء مباشرة والانتهاء قريبا جدا إن شاء الله. لا يوجد أي معوقات حاليا في العمل. عرض الشارع من قالب إلى قالب 10 أمتار، ويتمثل العمل أيضا أنه عرض السائدين 30 متر.